يقول السائل: شخص كان لا يصلي تكاسلا وفسقا، وكان ذلك لبضع سنين، وتاب وأصبح يصلي، فهل عليه قضاء هذه السنين أم يكتفي بالسنن؟ صحيح أنه ما عليه قضاء تلك السنين، لأنه في تلك الفترة التي يترك الصلاة فيها متعمدا ليس على الإسلام، كافر، خرج من الإسلام ترك الصلاة متعمدا، فلما تاب رجع إلى الإسلام، دخل في الإسلام من جديد، فيصلي في المستقبل بعد التوبة. وأما ما مضى فلا يقضيه. نعم.